تحياتي لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وطيب الله أوقاتكم أينما كنتم مشاهدينا ومشاهداتنا الوفيات اللواتي والذين حرصوا على أن يتابعوا هذه السلسلة من اللقاءات المباشرة غبت عنكم ليلة البارحة بسبب طارئ خاص لكنه خير الحمد لله وها أنا ذا معكم في هذا المباشر هذه الليلة فادعوكم الى مشاركه الفيديو قبل بدايته فان شاء الله الرحمن الرحيم سنناقش هذه الليله خطاب صاحب الدجاجه خطاب الامس يعني المفعم بالبلوره البلوره الهلكيه المالكيه اذا لا تنسوا مشاركه الفيديو مرحبا وسهلا بكم جميعا اذا نبدأ على بركه الله نسجل في البدايه تضامنا كذلك الكامل واللي هو غير كافي حقيقه مع المناضلتين الصحراويتين الجسورتين سلطانه والوعره خيه في مدينه بوجدور المحتل اللي تعرضوا اليوم مره اخرى ل عنف الاحتلال بوليس الحموشي بوليس صاحب الدجاجة اللي قام بالاعتداء عليهما يعني كامل التضامن معهم وهم مثال النضال الصحراوي الذي يقف في وجه المحتل المغربي واللي لم يتعطى رأسه لهذا النظام بالرغم من كل المحاولات اللي تعرضت لها سلطانة والواعرة يثنيهما عن مواصلة معركتهما بين الجزرة والعصا الجزرة استعمل فيها أعوان الاحتلال المغربي من بعض أبناء العمومة في بجدور المحتل والعصا يمارسها المحتل المغربي كل يوم دون أن يحصل على أي نتيجة النتيجة الواحدة ليحصل عليها هي الصمود ثم الصمود ثم النضال ثم الاستمرار في هذه المعركه ثم تقديم الدروس للمحتل المغربي في شيء قال له الايمان بعداله القضيه الصحراويه حينما يكون الانسان مؤمن بهذه العداله بعداله هذه القضيه وحينما يكون مقتنع بمبادئه وبمواقفه ومنضم الى شعبه فان ذلك كله يكون حاجزا امام كل محاولات الاحتلال المغربي محاوله فاشله مره اخرى هذه الليله اللي يحاول الاحتلال المغربي على انه يفرضها على المناضلتين الجسورتين سلطانه عرخية في نفس الان او في نفس في في سياق يعني مختلف البارح اشتركت معكم خبرا يتعلق ب وجود هاتفي الشخصي هاتفي الفرنسي ضمن قائمة الخمسين ألف هاتف أو رقم هاتف اللي تم التجسس عليه أو وجد ضمن لائحة اللي مشكوك فيها على أنها خضعت لتجسس من طرف نظام الاحتلال المغربي باستعمال برنامج بيكاسوس بالأمس يعني علمت بهذا الخبر علمنا بهذا الخبر والله حقيقة أنا لم أستغرب لم أستغرب أنه أنه نظام الاحتلال المغربي قد يضع هاتفي في قائمة والله يتجسس أو يحاول التجسس ولكن اللي اللي أضحكني حقيقة هو مثير للسخرية هو هذا الانحطاط اللي اللي وصله نظام السريبة في المغرب يعني الانحطاط في في نظام الجاسوسية لأنه لا أحد ضدني ضد الجاسوسية في العالم يعني الجاسوسية بمفهومها العلمي أمر يعني تستعمله كل الأنظمة في العالم لكن تستعمله الأنظمة لاش ما هو لفقط الحصول على المعلومات وتخزينها باش يبقى واحد قاعد في الكرسي كم من قرن يعني لا تستعمل لا تستعمل معلومات باش يبقى نظام ديكتاتوري مستمر في في الـ في الـ في السلطه لكن تستعمله الانظمه اللي تحترم نفسها في خدمه شعوبها يعني اذا كان التجسس على محمد رضي الليلي سيخدم الشعب المغربي انا معهم وحي نظام المخابرات المغربيه والحنوشي والمنصوري وجميع الاجهزه المخابراتيه المغربيه ان تتجسس علي حتى ان شاء الله يتمتع الشعب المغربي بحقوقه ويأخذ نصيبه من الثروات ويحصل على حقوقه كاملة يعني هذا ما, ما عندي اعتراض لكن أن يتم التجسس عليه لفائدة لفائدة الثاني عن قول الحقيقة ولا التجسس علي لمنع من إعطاء المفهوم الحقيقي أو الدرس الحقيقي في شين قال الصحافة اللي نعطوا دروس فيها يوميا بكل تواضع لنظام الاحتلال المغربي اللي اراد كتم صوتنا في 2013 وطردنا جهارا نهارا طردنا جهارا نهارا في 2013 بدون بدون مقدمات وبدون حقوق ظلما وعدوانا ورغم ذلك آه نحن نعطوه نعطيه الدروس في شن قال له الصحافه نقول لهم هذه هي الصحافه الحقيقيه وهذه الصحافه التي كنا نريد أن نمارسها نحن بين ظهرانيكم لكنكم أنتم لا تريدون الصحفيين الشرفاء ولا تريدون الصحفيين النزهاء ولا تريدون الصحفيين الذين يخلصون المهنة تريدون البيادق تريدون المساحي بالدرجة مساحي الكابا كما يقولون تريدون الذين يعني يقبلون الأيادي ويقبلون الأقدام ونحن لسنا من هذه العيلة لكن قلت لكم أن يتم التجسس علي فقط لأنني صحفي وأمارس دوري وهناك أشخاص يمدوننا بالمعلومات ويمدوننا بالملفات ويتواصلوا معنا ويرسلوا لنا فيديوهات ويرسلوا لنا صور حقيقية ما هي لتصفية حساب مع أحد ولا ولا من أحد إحنا ما إحنا لم ننتقم أبدا ولا ولا ولا, ولا نحسد أحدا ولا نحقد على أحد. يعني الفرق بيننا وبينكم على اننا لا نحسد لا نحسدكم ما نحسدكم ليش نحسدكم نحن نتحدث معكم بصوت الصحافه الحقيقيه وطبعا انتم يزعجكم هذا الصوت ويزعجكم هذه الطريقه في ممارسه مهنه الصحافه وتتمنون يعني ان ينكتب هذا الصوت ولكن فشلتم في كل ذلك حتى لما تضعوني انا تحت هذا البرنامج ولا تجسوا على تليفوني والله انا ماشي عندي انا في تليفوني شو عندي انا في تليفوني اللي تعرفوا منين مشيت ومنين جيت ومنين قعدت وش شكلت وش شربت <applause> اذا مستوى منحط حقيقه مستوى منحط لهذا النظام مستوى منحط وخبرات منحطه مستواكم منحط حقيقه والله مستواكم حضيض مستواكم مستنقع والله يعني في في تجدون في اسفل المراتب ولكن ما حطرحكم حد فيها في هذه المراتب انتم من وضعتوا انفسكم في هذه المراتب انتم من اللي اخترتوا هذه الطرق تجسوا على فلان تجسوا على فلان تجمعوا المعلومات فين مشى فين جا. شكون مع هذا هذا باش شيء يتعدلوا تعدلوا بهذه المعلومات لا شيء لا شيء ألا كيف حد يقبض الفضه ويخسرها على لا, لا شيء الناس ت... تعلموا من سيادتكم شين قالوا المخابرات تعلموا تعلموا تعلموا, تعلموا لي. ما راه ما نتوما راكم قاعدين في واحد القرن نتوما راكم عايشين في واحد القرن شين نقول لكم عايشين في شي عصر وحدكم عايشين في واحد العصر وحدكم نتوما وحدكم نتوما اللي تمارسوا هذه الجاسوسيه هذه بهذه جاسوسيه اللي سيري السبابيط واللي يبيع ماطيشه واللي يبيع البصال و... هذا جاسوسكم والله عساس السيارات ولا هذا هذه شاد المصيبه الكحله اش هي المصيبه الكحله يعني تنفقون ثروات المغاربه على الخو الخاوي تنفقوها على الخو الخاوي تصرفوها على الخو الخاوي من اجل ماذا من اجل ان لا تقدموا شيئا للشعب المغربي انا قلت لكم ما عندي مشكله لو كنتوا لا تقدموا شي حاجه للشعب المغربي على حساب ظهري انا والله تجسوا عليا ما عندي مشكل انا اساعدكم كاع بغيت بغيتوا نساعدكم نعطيكم مود باس وتم الفيسبوك ودخلوا المايلات ودخلوا الا كان هذا الشيء لا يخدم فعلا يعني الشعب المغربي لكن انا متاكد انه يخدم فقط حقدكم على الشرفاء انا نقولها لكم انتم عندكم عندكم عقده من الشرفاء لانه ما لانه لانه بعيد فيكم الشرف بعيد فيكم الشرف عندكم مشكله الشرف ما عندكم شرف ما عندكم اصل ما عندكم نسب ما عندكم مبادئ ما عندكم مواقف بياعين ذممكم إيه تابعين المال تقضون وقتكم النظام كامل يقضي وقته فقط في في سرقه في في المال العام لو كنتم تقضون هذاك الوقت اللي تقضوه في, في التجسس وفي كذا كنتم تقضوه في التنميه وفي الصناعه وفي التكنولوجيا راه المغرب ما لا يعود ولكن انتم مشغولين بشيء, بشيء, بشيء اخرى كيف عاد الانظمه ماشيه في اتجاه وانتم ماشيين في اتجاه الانظمه ماشيه تحمي أنف... تحمي شعوبها وتخدم شعوبها وانتم ماشيين تحموا انفسكم تخدموا تخدموا ذواتكم وانانيتكم لان عندكم الانانيه قباله عندكم مستوى الانانيه طالع قباله عندكم انانيين الى درجه كبيره جدا وهذيك الانانيه السلبيه ما حتى الانانيه الايجابيه لانه حتى الانانيه الايجابيه شيء مطلوب جدا لكن انتم مغرورين حقيقه مغرورين ب... بسموه ب... 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 بهذا اللي... الشكل اللي بغيتوا تحاولوا انكم تقدموه للعالم على انكم راكم قوه وكذا، القوه القوه اللي هي اه متينه ما تحتاج تجسس على واحد بسيط انسان سرقتو حقوقه القايله من نهار وتكرفصتو على ولا خليتوا لا خليتو الوالده الله يحفظها ولا خليتوا الشيباني في القبر ولا خليتوا حتى هذه ليست هذه ليست قوه هذا راه ضعف هذا قمه الضعف هذه قمه الجبن وقمه الوقاحه وبحالكم خاصهم يحشموا خاصهم يحشموا خاصهم يدفنوا روسهم في الرمله خاصهم يدفنوا روسهم في الرمله يحشموا على 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 عارضهم إلى عندكم شي عارض لأن اللي يقوم بهذه الأفعال آه وقح إنسان وقح ونظام وقح واللي يقبل على أنه يقوم بهذه الأدوار هو إنسان وقح اللي يقبل على أنه يعتدي على الأصول والله يشهر بالأصول والله يمشي يقيس عزوز في الخلاء موجوده في الخلام سيكينه يعني تنتظر تنتظر ما شنو المجهول يجيها يصورها ويقعد منها تصريحات ويعطيها لصحافه الزباله وتم صحافه الزباله ينشروه له هذا وقعد الشعب الكل يخيه وهذا مسخوط ومات المسخوط وانا قاعد على مسخوط والله هذاك مسخوط والله ذاك فلان مسخوط والله والله فلان شنو شنو مشكلتكم انتم <applause> شنو مشكلتكم شو 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 مشترك معاكم انسان عنده مواقفه الخاصه والله عنده عنده ظروفه العائليه والله عنده ظروفه الاسريه والله عنده شنو شو شو علاقتها شو علاقتها بالصحافه؟ أنا ما قدش بشي صحافة في فرنسا تتكلم عن واحد تقول له راهو عنده مشكلة مع جده والله مع أبوه والله مع ما نعرفهاش والله مع جاره ولا شنو شنو علاقة ذاب بشين قالها الدولة لكن تعبرون عن حقيقة تعبروا عنه عن عن حجمكم الحقيقي فهمت تعبروا عن مستواكم الحقيقي نظام تافه تافه ولا نشوفه من خلال خطاب صاحب الدجاجه التفاهه بام عينها البارح يعني البارح خطابه صاحب الدجاجه والتنميه والبرلمان وكذا ايش نقول لكم انا والله حققتني يبقى فيا الحال يعني يبقى فيه حال يبقى فيه حال المغاربه وال... والامر اللي يعني وصلوا له يعني او وصلهم هذا النظام له لان نعود صاحب الدجاجه ويعود وتعود الحكومه او المحكوم يعود رئيس المحكوم ويعود الوزراء وتعود المؤس... الاعلام وكل شيء خدام باش يكذب خدام باش يكذب يعني شغال باش يكذب نشغل بالكذب فقط أه هون تعود مصيبه طامه كبرى طامه كبرى اليوم شكون يقد يقول لي بانه خطاب البارح خطاب صاحب الدجاجه في البرلمان قدم شي اجابات للشعب المغربي شكون شكون اللي قد يعطيني حد جواب يقول لي انا فعلا والله انا مقتنع بان كل ما جاء في الخطاب البارح هو احسن وسيله للخروج المغرب من الازمه اللي هي فيها والاقتصاد اللي اللي منهار واوضاع الشعب اللي 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 كارثيه وانه راه البارح لما استمعت لهذا الخطاب راني اطمأنيت ورقدت بخير وعلى خير شكون؟ لا احد ولا احد الا العياشه الا العياشه ممكن يقولوا لك العجب المعجب لكن ولكن حد يقول لك انه يقول لك يقول لك نو انا مقتنع حد يقول لك حد يقول لك بانني مقتنع ولا احد اذا البارح هم اللي كذلك كنا نظن على انه لا يعود خطاب مختلف شوي عن ولكن نفس 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 الروايه نفس المعزوف نفس المعزوف نفس الحال نفس الكلمات نفس ودكتور ايه 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 القران جيبوا لنا القارئ الفلاني هو اللي قرانا القران بسم الله الرحمن الرحيم وكذا وقال الله وقال الرسول و وكلام الله سبحانه وتعالى في افتتاح البرلمان وشكون اللي يقرا القران وشكون اللي يسمع القران في البارح في البرلمان هذوك اللي قاعدين في البرلمان <applause> عفوا هذوك اللي كانوا يصنتوا خطاب صاحب الدجاجه البارح في نظركم شكون هما شكون هذو اللي كان اللص والسريريك والمزور والمدلس وبائع الحشيش واللي سارق الميزانيه واللي سارق البلديه واللي سارق المجلس الاقليمي واللي سارق الجهه واللي سارق شي وزاره كان مندوب فيها وشي شي كاع مسكين ما بسم الله يا الله يا الله دخل هاي التجربه هذو كاملين كانوا قاعدين البارح في البرلمان صنتوا لي خطاب صاحب الدجاجه يعني صاحب الدجاجه هو واقف قدامهم فهو يخاطب شكون واش يخاطب النزهه واش خاطب ممثلي الشعب المغربي في نظركم بالله عليكم واش واش هذوك دراك يمثلوا الشعب المغربي هذوك هذيك المجموعه اللي شفتوا البارح هذوك هذوك ما شحال من برلمان 200 وشوي واش بالنسبه لكم يمثلوا الشعب المغربي واش هذوك هما الصوت النابض للشعب المغربي واش هذاك هو فعلا احسن تمثيليه للشعب المغربي العكس شكون هما الناس اللي يشراو الاصوات 200 درهم والله بالف درهم والله 500 درهم والله 10000 درهم والله والله كاين يعني اللي يشراو اكثر هذوك هذوك اللي قاعدين فمن البارح هذو كاملين شكون هما اللي سرقوا ودلسوا وكذبوا على الشعب وخرجوا في حملات انتخابيه وكذبوا على الشعب وصوروا لهم الاحلام ولينا فعلوا لكم ولينا تركوا لكم والتغيير وكذا باش يسرقوا لهم ارادتهم باش يحصلوا على تمثيليه ما عطاها لهم الشعب ويستقبلهم صاحب الدجاجه ويتكلم قدامهم ويبدا لهم بالقران ايوا حد يسمع القران راه عندي انه خاص اذا كا اذا كان اذا كان اذا كان القران يؤثر في 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 اصحاب الباطل رأى ما خاصهم كاملين يقوموا لا يسمعوا القران ويقوموا يشو شو لديارهم يقولوا لا لا يمكن على أننا نسمع كلام الله وفيه ما فيه لأنه اختارهم حتى الآيات اللي لا يترنقرا قدام صاحب الدجاجة أن نسمع القرآن ونشوف راسي بأنني أنا كذلك سريق و... وفعلت باطلا في الشعب نمشي لداري ما ننتظر قاع نكمل الخطاب نمشي لداري ونسمع في هذا ال... في البرلمان لكن هذا هادو... هذو صم بكم تعرفوا هذو صمون صم بكم هذو لا يعقلون هذو ناس جايين على ملايين السنتيمات اللي هي كل شهر هذو جايين بسبب الصلاحيات اللي تنعطى لهم حصانه برلمانيه الميزانيه ويمشي إذا كان مهرب الحشيش يمشي ياكل يبيع الحشيش ولا كان الحشيش الهلكي طبعا الحشيش الملكي لكن باش يمشي يخدم الشعب راه ولا واحد منهم هاك اللي يقول لكم انهم راه ما الشعب راهو يكذبوا عليكم لان تعالوا نسمعوا الخطاب ونناقشوا خطاب صاحب الدجاجه المليء ما شاء الله بالبلوره الله الله راه واقف طبعا اسمع الشعار يقولون بات <applause> اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا لا تواخذنا إن نسينا أو اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طاقة لنا به واعف عنا وأغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فأنصرنا علي القوم الكافرين صدق الله مولانا العظيم صدق الله العظيم واحد الملاحظة خطيرة جدا. درك ضرك النشيد ما نعرفش من نشيد اهم من كلام الله سبحانه وتعالى في الزريبة. عند امير المؤمنين اهم اهم من كلام الله. شوفوا التراتبية اللي شوفوا اللي شوف التراتبية اللي 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 بداو بها هذا الحدث بداو ب بداو اهم من الله ذاك بسم الله الرحمن الرحيم والقران والايات القرانيه ياك يجي صاحب الدجاجه هذا امير المؤمنين شنو مشكلة إذا كان مثلا بداو بالقرآن بداو مباشرة بالقرآن ياك هو الافتتاح ياك تقولوا الافتتاح ياك تقولوا الافتتاح بآيات بينات من الذكر الحاكم أو الافتتاح الافتتاح طيط 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 هذا راه مات الافتتاح لأن الافتتاح راه صافي درتو هذا هو الافتتاح هذاك هو كلام صاحب الدجاجة اللي هو أهم من كلام الله سبحانه وتعالى حسب هالتراتبية

القرآن هو الثاني اقلعوا كاع انتم القرآن ليش بغيتوا القرآن ديروا مباشرة طططط كيف ديروا دائما الخطب وعطوا صاحب الدجاجة يتهجى هذاك شيء وهذوك يصفقوا راهم الديوك فهم قاعدين فهم الديوك البيض يصفقوا السلام عليكم وشتوا الحفلة راه الحلوة موجودة لداخل حفل حلوة الملك وقهوة الملك وتاي الملك وصافي السلام عليكم ليش تصدعوا روسكم انتم بهذا يا ولا تنسمعوا شي يقول صاحب الدجاجة الحمد لله <applause> سخفان مسكين سخفان سخفان لانه تا نقول لكم عنده ياسر من الخدمه الخدمه قدام مسكين خدام متعوب آه... مسكين الليل النهار الصبح الحد الويكاند راجل متعوب سكت او فين بالله عليكم قاعد شفتوا شي ملك في العالم ولا شفتوا شي رئيس دولة في العالم يقوم بهذه الحركات في خطاب يلا شكون اللي قد يقول لي شفناه في الخطاب الفلاني شفنا شي خطاب سكين ها, ها شي ملك اداراتي اه بحال بحال سيارة خلاقة في خلاقة في الستينات كان شي كان شي كان شي رئيس دوله في العالم كان شي رئيس دوله ولا شي ولا رئيس شي بلاد ولا شي ملك ولا تشوفوه يديراتي بهذه الطريقه هذه هذا يدير سخفان سخفان ما هو قد لا, لا لا حكم لا تسير قاعد قاعد يقرا الخطاب عنده القدره فقط باش يقرا الخطاب وباش يعين اللصوص والسراري يقول الشفاره يقول لك هذه حكومه صاحب الدجاجه هذا وزير معين وصاحب الدجاجه هذا المسؤول الفلاني عينه صاحب الدجاجه اعطى تعليمات صاحب الدجاجه ارسل صاحب الدجاجه فتح صاحب الدجاجه دسشنا صاحب الدجاجه كين؟ هذا الشيء اللي كاين هذا الشيء اللي كاين هذا درك علمت علمت كل هذا كل هذا العمل اللي نتكلموا عنه أسمع بعد واحد هذا راه البدايه ما فات بسم الله ما فات حتى تبدأ حتى بدا الخطاب سخفان 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 مسكين سخفان شوف باش مسندين بشي بودرات والله شوف والصلاه والسلام على مولانا آه الله وصحبه صلى الله عليه وسلم مالي صباغة الدين الصباغه الدينيه الشيته الدينيه باش تلتفتون الى الى اليمين القران تلتفتون إلى اليسار صاحب الدجاجة يبدأ لكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على رسوله بسم الله راني جايكم يقول لكم راني جايكم راه قلنا دائما هذو خطب هذو قال لهم خطب هذو راه خطب تقنية راه خطب تقنية آش كتخلطوها مع الدين وقال الله وقال خلوا عنكم خلوا افتحوا غير المساجد في الزريبه إذا انتما بكم الدين وحريصين على الدين وحريصين على الله افتحوا المساجد للناس تصلي ولا تفتحوا المسارح وتفتحوا السينمات وتفتحوا الملاعب وتفتحوا التجمعات هذيك اللي جابت اصلا هذا السلالق وهذا الشفاره اللي طلعتهم للبرلمان هي اللي جابتهم هذه تجمعات مسموح بها ولكن التجمعات اللي في في القران لقراءه القران ولا الصلوات ولا كذا ممنوعه خوفا الاجراءات الاحترازيه وهذوك ل... وهذه الاجراءات الاحترازيه لا تنطبق على السراريك تحتارزوا بعد على الاقل من السراريك تخلوا السراريك يسترحوا شوي تحتفظوا غير بعد النسخه القديمه ديال السراريك اللي جرتكم الى 2021 والله تجي والله باغيين تجدوا اللي جدوا منظومه السراريك والشفاره والناهبين والحشاشه والمهربين واللصوص حضرات السيدات والسادة اه حضرات السيدات امم لا محترمين محترم محترمين جدا هادو اللي هادو اللي, اللي قدامك محترمين جدا فيهم الشفار فيهم محترم وفيهم النهاب محترم وفيهم الحشاش محترم وفيهم المزور محترم وفيهم اللي شرى التزكية محترم وفيهم اللي تم يتنطع بين الدكاكين السياسية مرة يبدل فيستهون مرة يبدل فيستهون محترم الله يهدو الكراسه اللي قدامك محترمين ومقر البرلمان محترم والرباط محترمه كل شيء محترم منين هو الاحترام اين هو الاحترام اين هو احترام اراده الشعب اين هي اين هي كرامه الشعب فين هو فين هي هذا الاحترام اللي تتكلم عنه احترام المحترمين أبقى في الرئيس المحترم تفضل النائب المحترم زيد يا النائب المحترمه انصحك ما شاء الله كل شيء محترمين توم. ثم لكم غير الاحترام ناقعين انتم في, الاحترام الى سنينات يريدون ان نتراس افتتاح الدوره الاولى للبرلمان م. م. ومن هذه الولايه التشريعيه الجديده ونغتنم هذا الموعد الدستوري لتهنئه اعضاء البرلمان الله ومن خلالكم كافه المنتخبين الثقه التي هضيتم بها اتهني السراليك تهني الشفاره تهني المزورين اللي كانوا يوزعوا الاموال باش 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 ينشحوا واحد واحد عارفه بانه سرق سرق الميزانيات باش يشري اصوات الناخبين ومشي يبيع في الناخبين واللوائح والتصوير والتدريس والتسجيلات وكل شيء كل شيء مزور اينما وليت وجهك في الزريبة وتهناهم تتهناهم تقول لهم برافو عليكم برافو عليكم راقد نجحتوا في التصوير برافو عليكم هنيئا لكم على التصوير هنيئا لكم بانكم استطعتم ان تدلسوا على 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 الشعب هنيئا لكم انا مفتخر بكم انا افتخر بكم تعزية بالفقيمة ما هي خالقه <صحيح> رانا قلنا <صحيح> قلنا في وقت سابق قلنا بانه ما ولا ما ولا يعزي ما ولا يعزي مسحوا الله يرحمه مسحوا أخطاءهم ومشاكلهم بعد من بعد اذا فينا 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 تهنئه تهنئه اللصوص الا ما تهني الشرفاء الا يعني لا تهني الشرفاء اللي موجودين عندك في الزريبه الشرفاء النزهاء اللي ما يبيعوا انفسهم الدكاتره والجامعيين النظاف اللي, اللي 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 لا يمكن على انه نظامي يجعلهم في في قالب المخزن، علاه ما تهناهم؟ هذو لا يستحقون التهنئه؟ هذو اللي يتكلموا على الفساد ويفضحون الفساد، علاش ما تهناهم؟ علاش ما دير لهم برقيات التهنئه؟ والله تهنأ غرس اللصوص اللي قاعدين قدامك باش باش يكذبوا على الشعب هذه واحد خمس سنوات الاخرى؟ الله تعالى للجميع وللحكومه الجديده. باش الله باش الله سبحانه وتعالى يسموه لا يوفق يوفق اللصوص. آمير يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين شوي من المنطق وإن الله سبحانه وتعالى الذي لا تخفى عليه خافية الله سبحانه وتعالى الذي يتحكم في مصيرك ومصيري ومصير العالم كامل واش له يوفق يوفق اللصوص واش لا يوفق المزورين واش يوفق الراشين واش لا يوفق حكومة جاية من المرتشين؟ ومن, الر... ومن... وال... الراشين؟ هو شوي من المنطق، أعتقد على أنه حد يقول عنه أمير المؤمنين عرف بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يوفق لا يوفق الفساد ولا يقف مع الفساد. الله سبحانه وتعالى يدمر الفساد اليوم والغدا والأمثلة كثيرة جدا. الله سبحانه وتعالى ما يقدر يمشي مع الباطل حاشا يمشي مع الحق ينصر الحق يقف مع الحق يزرع البركة في الحق وخير يعود قليل يزرع فيه البركة وينزع البركة من من الباطل وخير يعود كثيف راه عندك ميتين وكم من واحد من كبش فم كلهم زوروا أصوات الناس ودلسوا شي من الفاسدين شي من المجرمين شي من كذابين شي من شي من اللصوص شي من شي من قطع الطرق كيفاش بغيتوا الله سبحانه وتعالى يوفقكم والله ما يوفقكم والدليل راكم راكم تبلوروا كل ساعه تبلوروا والو ما بغى هذه البلوره ما بغات تطيب التوفيق في مهمكم اه توفيق اصل ونود ان نشيد هنا بالتنظيم الجيد والوجوه الايجابيه التي مرت فيها الانتخابات <الأمريكي> <applause> اه برافو عليك اشكرهم آه 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 لانهم ما شاء الله استطاعوا ان يزوروا بالتمام والكمال. اشكرهم 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 وهنأهم لانهم استطاعوا فعلا ان يزوروا استطاعوا ان يطبقوا التعليمات, التعليمات الهلكيه في هذا السياق استطاعوا ان يذهبوا مع موجه الداخليه ويفعلوا ما يشاؤون. في إرادة الشعب ويزوروا إرادة الشعب اشكرهم علاش ما تشكرهم تشكرهم وبالمشاركة الواسعة الله التي عرفتها خاصة في أقاليمنا الجنوبية ايه الاقاليم الجنوبيه فيها نسبه المشاركه المرتفعه، اش من الاقاليم الجنوبيه؟ الصحراء الغربيه. الصحراء الغربيه هي الاقاليم الجنوبيه. ايوا خاصة علاش ما تقول أم لي وجده حتى هي مسكين خاصة والشمال خاصة وسوس خاصة وزيان خاصة وعبدة خاصة ودكالة عبده خاصة. خاصة علاش بالضبط غير الأقاليم الجنوبية لأنه الصحراء الغربية فيها الحرب و... وصداع الرأس هذه الأيام وش من نسبة مشاركة تتكلموا عنها أي نسبة مشاركة كيفاش هذه نسبة المشاركة اللي اللي دائما تتبجحوا بها في الصحراء الغربية؟ كم عدد الصحراويين في في, في هذه المناطق؟ كم؟ ميت الف ميتين ألف 200,000 الف كم كم آه ما انا نبغي نعرف هذه الاحصائيات كم كم عندكم واخا احصائياتكم مصوره كم من الصحراويين هذو اللي دي تمسحوا فيهم انتم هذه نسبة مشاركتكم انتم الصحراويين راهم شاركوا الصحراويين راهم منخرطين الصحراويين مع صاحب الدجاجة الصحراويين ما شاء الله مقتنعين وقد عبروا أو اللي انتم مقتنعين على انه هذو هذو الصحراويين الموجودين في المناطق المحتلة مغاربة أبا عن جد كما تقولون البيع أو ما نعرفاش إيوا عطوهم الاستفتاء خلوهم يصوتوا في الاستفتاء ياك متاكدين منهم تتبجحون بنسب تصويتهم في الانتفاخات ايوا عطوهم حق عطوهم حق التصويت في الاستفتاء ماشي في الانتفاخات الانتفاخات راه عندكم راكم تزوروا فيها كيف بغيتوا ولكن عطوهم يصوتوا في على الاستفتاء وخلوهم يقول لكم رانا حنا مغاربه ومع المغرب واسم هو و وداعا يلا خلوهم يصوتوا في الاستفتاء هذا هذا هو إلا كانت أصلا زريبة مقتنعة على أنه هذا كلهم مغاربة و... و... وعندهم ولاء لصاحب الدجاجة وللعرش ولا ما نعرفاش إيوا خلوهم يصوتوا لكم وانتهى الموضوع علاش تمشوا تلودوا لترامب يعطيكم تغريده وتمشوا اللوبيات وتعطوهم اموال الشعب باش يتموا يجيبوا لكم الفساد والمنافقين والمرتشين باش يكذبوا عليكم ويقول لكم راه الصحراء المغربيه يا الصحراء المغربيه يا القويره والوحده الترابيه والحكم الذاتي وكذا علاش هذا الشيء كامل هذه الدوره كامله خلوا الشعب كامل يصوت وعلى الاستفتاء وخلوا يعطوكم نقول لكم راه صافي الحمد لله احنا رانا مغاربه رانا معاكم وصافي تبفلوا هذا الموضوع <applause> مرحبا وسهلا الأخ... الاخ احمد غراب اما ان صح صحيح احمد غراب او احمد غراب تعيطي للجزائر ما <مع> يخالق نوبة ما <ميسن> يصور نسبة التصويت خاصة لا خاصة احنا ماشي مشكل احنا مشينا مشا... معاكم في خاصة اعطوهم التصويت خلوهم يصوتوا يقول لكم احنا مغاربه ولكن أعطوهم استفتاء يعني استفتاء استفتاء على تقرير المصير خلوهم يقروا مصيرهم ياك انتم متاكدين على انهم معاكم <applause> وراني قلت لكم الى تتكلموا عن نسبه التصويت راني نقول لكم بانه الصحراويين في المناطق المحتله قله قليله مقارنه مع الناس اللي جاوا الرباط مراكش الدار البيضاء ما خالق بليدا ما غرقتو جبتو منها الناس ولا تكلمنا على شنو وقع في الانتفاخات في الصحراء الغربيه وشكون طلع وشكون نجح وشكون لي نجح بين قوسين وطلع بين قوسين لانه يطلع غير على الام الناس وينجح كذبا وزورا ما كاين لا نجاح ولا شيء من النجاح اي نجاح واش لي يشري لاصوات ميتين درهم ناجح واش اللي يشري صوت اصوات الناس ب درهم ناجح واش اللي يخلص 10000 درهم للصوت ناجح راه في الوطيه في الطنطان المحتل كاين واحد لا لا عايله واحد ارسل لها ألف درهم سبع افراد ارسل لهم كل واحد 10000 درهم باش يصوتوا عليه وفي التالي ما, ص... ما صوتوا عليه وجي انا ما يصلح لك راس والله تري انا وجاك وجي... وجي ما يصلح لك انت خليك لا بوجهك انت وجه العياشة ها ترصت هذه الانتخابات انتصار الخيار الديمقراطي المغربي والتداول الطبيعي على تدبير الشان العام انتصار صافي انتصرتوا خيار ديمقراطي الحمد لله باش 200 درهم <تصفح> باش انتصرتوا تخي انتصر خيار ديمقراطي اقول انتصر تزوير انتصر البيع والشراء شمن خيارات الخيار الخيار اللي الخضرة من من الخيار أو الخيار ما نعرف قصه اخرى لكن تقول لي الخيار ديمقراطي من ديمقراطيه تتكلم عنها الشريف انا هي ديمقراطية تتكلم عنها فانا هي الديمقراطيه منين هي الديمقراطيه كون عندكم شي ماركه خاصه بالديمقراطيه ما نعرف الا عندكم شي ماركه خاصه بالزريبه في الديمقراطيه قولوا لنا هذا الشيء اللي تشوفوه راه ما كانش من ديمقراطيه الديمقراطية؟ الديمقراطية؟ من هي الديمقراطيه؟ انا هي الديمقراطيه؟ مجموعه من الدكاكين السياسيه مفتوحه تمول من طرف الداخليه المغربيه وفيها البيع والشراء ويجيبوا الفساد وشي يبيع التزكيات وش يشريهم وشي معدل السماصريه وشي يصور لوائح التسجيل وسكابه باش 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 ينجح ينجح. انا نعرف لي ينجح ينجح ببرنامجه السياسي ينجح بشخصيته ينجح بشي بشي بشي, بشي حاجه اللي قد يحقق على ارض الواقع وهالشي باش غادي نعرف ناجح اما ناجح نعطي الفلوس وانا ناجح انا هذاك راه ما عنده علاقه بالنجاح الحقيقي اي خيار ديمقراطي اي انتصار ديمقراطي واش لما, لما تزور اراده الشعب انتصار واش لما يعود رئيس البلاد رئيس الزريبه يقول لك انا الخيار الديمقراطي قد انتصر، هو يعرف بانه هذه الانتخابات يعني اكبر أك... شو نقول لكم؟ افظع افظع انتخ... انتفاخات هي اللي حدثت هذه المره. يعني كان في هذاك الشيء ب... بالواضح، يعني التصوير ب... بالواضح. مساءك سعيد مرحبا وسهلا زمو آه واضح واضح. ما قالوا آه قالوا المغاربه بالعلالي. بيعوا بالعلالي. أمم إيوا نشوف إيوا وش تقولنا مالي؟ الأهم ليس فوز هذا الحزب أو ذاك. ايه صلى الله عليه وسلم. جميع الأحزاب سواسية الذين. الحمد لله. سواسية يعني ذاك اللي حزب صغير والكبير والمتوسط وذاك اللي بسم الله يالله يا بدا وذاك اللي المخزن وذاك اللي شو نص نص. كيفاش السواسية عندي الأحزاب سواسية؟ إيش علاقة الأحزاب سواسية والله ما تسواسية؟ فين فيش من خطاب هذا اي خطاب سياسي هذا اللي ممكن الانسان يتقبل يقول لك يقول لك واحد رئيس الزريبه يقول لك انا سواسيه عندي الاحزاب السياسيه لا لا خاصهم يكون عندك سواسيه ما خاصهم يكون عندك سواسيه لكن عندك احزاب سياسيه كيف ما عند الدول الاخرى احزاب سياسيه واش اليسار كيف اليمين ولا اليمين كيف اليسار واش الحزب الفلاني بحال الحزب الفلاني واش الحزب اللي نشيط وعنده فكر وعنده توجه بحال بحال الحزب اللي 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 في المؤخره كيف 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 اشرح كي لي انا انا ما نعرف هذا المنطق هذا عندي سواسيه بحال قاعدين هنا بحال راهم اولادك في الدار يعني ما خاصك تفضل هذا على هذا لا لا انا خاصني نفضل نفضل اذا كان نتكلموا على السياسه اذا نتكلموا على السياسه لا فعلا نفضل الحزب السياسي اللي خدام ونفضل الحزب السياسي اللي فيه الكفاءات اللي ممكن يسير معايا لانني ماشي انا قاعد هون نسير نسير ضيعه خاصه انا نسير بلاد انا عندي مسؤوليه على رقبتي مسؤولية الشعب على رقبتي هذا الشعب هذا عنده مطالب عنده حقوق هذه ماشي في رمتي انا الخاصه ندير فيها اللي بغيت هذه ديال الشعب في ملك الشعب حيث حيث شفار كيف ما قال الادريسي بدايه هذه الولايه مم. في الوقت الذي يدشن فيه المغرب مدرسه جديده تقتضي تضافر الجهود حول الاولويات الاستراتيجيه لمواصله مسيرة الاولويات الاستراتيجيه مرحله جديده من فين ما فين شي في فين شمن سنه ما قلت لنا كاينه شي مرحله جديده فين فين هو الخطاب اللي ما قلت راه كاين المرحله الجديده والتحديات والاستراتيجيات أخي خويا الا عندك التحديات الا عندك التحديات وعندك المرحله الجديده او تحزم لها بالمعقول وبالصدق هادشي مخ... هادشي اللي هادشي قد ينجحك اما ما تقول لي انا بالتصوير لا يتواجه التحديات تكذب على راسك واش اللي عنده التحديات الحقيقيه وعنده مشاكل حقيقيه واش وش واش واش مازال يضيع الوقت في في, في التصوير واش مازال يعين لصوص وزراء وزيرات راه ضد المنطق التنميه ومواجهه التحديات الخارجيه الح... الخارجيه شكون <applause> وراه ما كاين حد في العالم ما كاين شي دولة في العالم ما عندها تحديات داخلية وخارجية ما كاين شي دولة في العالم شي شي كيان سياسي ولا شي دولة سياسية ولا شي نظام سياسي ما عنده تحديات داخلية وخارجية درك لما يسمع حد هذا هذا صاحب الدجاجة يظن انه راه المغرب وحده اللي عنده التحديات الخارجيه وحده في هذا العالم سكين اللي محقور ومحروس ومحسود و... وواحدين باغيينه و... وحده, وحده 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 في العالم وحده وراء الدول كامله عندها تحديات الجزائر عندها تحديات خارجيه تونس عندها تحديات خارجيه موريتانيا عندها تحديات خارجيه بوركينا فاسو عندها تحديات خارجيه الخليج عنده تحديات خارجيه امريكا عندها تحديات خارجيه كاع الدوله العظمى عظيم والله سبحانه وتعالى اوروبا عندها تحديات الحوته في البحار عندها تحديات الحوته الحوته اللي مزالت في البحار عندها تحديات لربما تصطاد خاصه تحمي نفسها اكبر قدر ممكن الحوته الحوته اللي لا ما هي لا امريكيه ولا مغربيه ولا جزائريه ولا موزمبيقيه خطاب 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 خ... خ... خطاب العزايز تعرفوا خطاب العزايز مع احترامنا للعزايز ولكن ذاك المستوى راكم عارفين انا محسود انا مسكين انا مظلوم انا عندي التحديات وقفوا معايا را مسيكين أنا راه مسكين انا راني رام عشان لكم راهم باغيين يتكبصوا عليا راهم وهو راه ماشي وراء نهب السماء والتراب السماء والتراب منتهك حقوق الناس في كل الاتجاهات جسس على الناس بدون حشمة ولا حياة بدون حشمة ولا حياة يتجسس حتى, على الناس اللي بحالي أنا أنا إنسان بسيط جدا عشان عندي حركة تحررية عندي الأموال وعندي البنوك وعندي أنا إنسان بسيط جدا تجسس عليا ليش؟ بالله عليك ليش تجسس عليا؟ توا طيب كني حقي القايلة من نهار واكل لي حقي نهار القايلة من نهار 14 سنة ديال الخدمة واكلها أنت القايلة من نهار وتسع سنوات من الحقوق واكلها انت القايله من النهار، اضافه عشر 14 سنه، وبلا ما وبلا حيط تجسس عليا، وتتكلم انا مظلوم وانا كذا انت اللي ظالم، انت راه اكبر ظالم، انت مستبد، انت اصم ابكم عن الحق، ملا والله ترى الحق و... وتقلب الدوره، انت تشوف الحق ولكن تقلب الدوره، لانه هذاك هو مساكن هذاك عقليتكم. راه خدمت معاكم وانا اعرفكم. عقليتكم هي هذه تشوفوا تشوفوا الحق ولكن تبدلوا الطريق خصكم تشوفوا تلودوا للظلم باش تظلموا شي واحد ثاني وتمشوا تنتقموا شي واحد ثاني يعني حتى لا مثلا تواصل معايا انا حد مسكين ولقيته لقيت له شي فرصه والله عرفته ولا كذا حتى هو تنتقموا منه هكذا آه الظلم وعدوانا اش عاد لكم هذا الشخص مثلا شي واحد بسيط بحال هذاك اللي 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 واحد النهار فقط دار جيم للصفحه جيم جيم في, في في او سرد المحتل راهو ذلك عاد برلماني راهو قاعد في هذيك في بار الامان المغربي هذا الجيم وتم هذا والمخابرات وكذا وعلاش تعدل الجيم وسمو قريب الخطط ينجو يعني وجيم وميتاسيون وتنقيل قرينا الكحلة على الجيم شو اي بالله عليكم تركت راك على التحديات شنو التحديات نظام اللي هو دار راسو حتى في واحد عد الجيم للصفحة هذا النظام عنده تحديات اش هذا عنده نظام تحدي هذا عنده شي تحديات هذا راه فيبل راه ضعيف اصلا ضعيف ضعيف بقلة الكفاءة لانك ما مشغولينش بالانشغال ب... 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 الحقيقي ب... والله بالتحديات الحقيقية التحديات اللي خاصكم تكون بها التحديات الحقيقية ما كم قايمين بها راكم مشغولين ب... بالتفاهات مشغولين بالستريك مشغولين بالنهب ومشغولين ان نؤكد هنا على ثلاثه ابعاد رئيسيه الله ايوه في مقدمتها تعزيز مكانه المغرب والدفاع عن المصالح العليا لا سيما في ظرفيه مشحونه بالعديد من التحديات مالي تحديات مالي تعزيزات تعزيزات تعزيز تعزيز, تعزيز فشل لما يقول لك واحد تعزيز معناه على انه الحق واحد المرتبه معينه راهو في واحد الموقع معين وبغي يعزز هذاك الموقف تعزز راسك منين تعزز راسكم في الفشل ها شوف المستوى عندكم شو مستوى دولتكم من اين اين مكانتها وأين ترتيبها العالمي واين سمعتها واين شرحنا؟ شرحنا؟ قلنا اشرح قلنا الله يخليك من الحق هذا المغرب حتى نعرفوا واش تعزز ولا ما تعزز تحديات مال التحديات 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 التحديات, التحديات الناس كاملة عندها تحديات احنا عندنا تحديات لا احنا بشر عندنا تحديات اما خلي الدولة تهديدات تهديدات شكون اللي هددكم <applause> مسيكينين انتم تهددون مسيكينين تهددون وتستنجدون بشكون بالعياشة انتم مهددين ولكن تستنجدون بالعياشه باش يقفوا معاكم وباش يعاونوكم ويقفوا ويجندوا معاكم ما تكلم معايا شي ما قال انا مجند وراء دجاجات الملكة ولا جند السوقية يعني انا تجند انت وراه ولا ولا تجند قدامه شغلي انا ولا جيت تناقش معاك كيفاش مجند انت كيفاش مجند باش مجند مجند وراء الفيسبوك باش مجند انت وراء صاحب الدجاج كل لي فعليا باش مجند انت اشرح لي كيفاش انت مجند وراه صاحب الدجاجه والسكن معاه في القصار واش رفد معاك السلاح حتى هو معاه واش تعطيه المغسل في, في القصار شنو واش تحكلو ظهرو في الحمام باش انت مجند مع هذا صاحب الدجاجه هذا اللي تكلم انت انا مجندين وراء دجاجة الملك كنت قاعد في دارك تخبط الخبز والزيت واتاي اتاي زبيلني مجند فاش مجند وعقل عليك حتى الملك عالم بيك كاع انت واش كاين في هذه الحياه واش موجود انت على هذه الكره الارضيه والله عطاوكم هذيك العباره وتم التردد انت بحال ببغالة بغال مجند وراء دجاجه الملك او الا مجند وراء دجاجه الملك سير سكن معاه في القصر بعد على الاقل تعود معاه وتوكل وتشرب حتى انت من نفس الموائد اللي يوكل بنها الملك وتتمتع حتى انت السيارات التي يركبها الملك او وتلعب مع حيوانات الملك وانا ذاك نقول لك راه فعلا راك مجند حذاك راك حذاه مجرد انه يقول لك بسم الله راه عندنا التحديات تربط صباطك وتمشي معاه تحاربه ولكن واحد مالك راقد العام كامل راقد عشري عشرين واحد وعشرين سنة هو راقد وانت مجند قاعد في دارك مجند تخبط الاتاي والخبز والزيت وحفيان أولادك حفيانين وما عندك مستقبل وما عندك مدرسة لولادك وما عندك طريق تمشي له وجارتك تموت حامل يرفدوها غرفة رفادات الموتى وتقول لي أنا مجند باش مجند <applause> وقد أبانت الأزمة الوبائية أن عودة قضايا السيادة الواجهة <applause> أي الحاله الوبائيه جاتكم غير وحدكم انتم انتم هذه كورونا هذه جاتكم لا وحدكم انتم وحدكم سلطت عليكم سبحان الله وحدكم ما العالم ما خبطوا لا كورونا ولا جات الحاله الوبائيه ولا ال... ولا ج... الجائحه نسمعها في التلفاز الجائحه ما الجائحه وحدكم انتم اللي تقولوا الجائحه في العالم لان خبطكم فعلا الجائحه جاتكم الملكيه خبطتكم بحال الجائحه الله يحفظ وحدكم في العالم اللي عندكم الجائحه وين قال لي كورونا يقولوا لهم الجائحه في التلفازه تفرجوا في التلفازه وشوفوا في الاخبار اسمعوا الجائحه اما انتم الجائحه اللي خارطتكم راه 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 ما هذوك استراليك هذا الجائحه اللي تتك... نتكلم عنها هي الجائحه الحقيقيه ما بعد كورونا راهي عندها عام ولا عامين ولا ثلاثه ولا هي تمشي اه الجائحه الحقيقيه هي هذه جائحه الفساد والاصرار على الفساد واصرار على 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 على, التنويه بالمفسدين راه بحال هذا الشيء بحال بحال لما تجيب واحد زنديق عزكم الله وتوسم وتعطيه وسام ملكي في الوقت اللي تسجن امام امام طالب حقه ما عنده ولاد وما عندهم ولاده باش يتعشاو وتسجنون انت ظلما وعدوانا تعطيه عامين للحبس تعطيه بو يعطيه بوليسك السياسي عامين للحبس مرحبا وسهلا ليبك هذاك ترسلوا الحبس ترسلوا عامين للحبس والزندق عزكم الله توسموا ويفتحوا في الميكروفون واشكر صاحب الدجاجه على هذا الوسام وكذا وحنا مجندين وراء دجاجة الملك وهكذا 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 وهكذا, وهكذا. والإمام سيكين ولادو راهم يتضورون جوعا وعندهم مستقبل مجهول ومشار ولاد واحد ولا اثنين ولا مئات الآلاف من الأئمة في المغرب والقيمين الدينيين راهم قريب يتسولوا ويقول لك احنا تحديات ونجحنا وعززنا وما نعرفهاش وبقات في بقات في سيدي الهضري بقات في الكلاب بقات في الشفاوي بقات في غير تكلم هكذا وصافي ولكن فعلا انت لانك تتكلم مع من تتكلم مع الشعب لانه كنت تتكلم مع الشعب وحاس بانه هذا الشعب سيحاسبك على كلامك ما غادي تقول اي حاجه لكن انت قدام الشفاره تتكلم معاهم وهم يصفقوا لك في نهايه الكذب اللي تقدموا لهم فعلا ويخصص له التلفزيون حيز كبير يعني يخصص له التلفزيون حيز كبير لنشر أضل... أضل... الضلال والكذب والبهتان والتصفيقات والتسابق من اجل تحسينها بمختلف مختلف ابعادها الصحيه والطاقيه والصناعيه والغذائيه لا الله 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 مع ما يواكب ذلك من تعصب من, <applause> من طرف البعض <applause> كون تعصب؟ المغرب... شكون هذا من طرف البعض؟ أراوح. يعني انا شنقول لكم؟ أه هذه من من طرف البعض هذه نسمعها غير في خطب صاحب الدجاجه لما اشاهد خطب الزعماء في العالم الا بغى يتكلم عن شي دوله ولا يتكلم عن شي نظام جار ولا كذا كيتكلم كي معاه مباشره 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 الا بغى يقول له الجزائر يقول الجزائر في كيف مثلا إيماني ماكرون لما بغى يتكلم عن الجزائر قال الجزائر لما بغى يتكلم عن مالي يتكلم قال المالي ماشي قال اللي بعض باش تبقى تقول اه المالي تقول آه مالي اه ياك يعني ما قصدنا آه الجزائر تقول مالي ياك ما قصدنا هذا راه جبن انا قلت لك ذاك اللي كتب لك الخطب راه راه يخرج عليك أرى راني قلتها لك كم مره قلت لك ذاك اللي كتب لك الخطب راه ويخرج عليك يقزبك حقيقه يمين تظهر على حقيقتك شال اللي بعض بين طرفي البعض اه قول الجزائر مباشره مالك اه يعني ما تكلم ذاك النهار شنقريحه لما لما تكلمت تكلم مع المخزن قال المخزن ما خايف منكم أنتم يعني أنت ما بتقولوا الجزائر قولوا الجزائر من يعني طرف البعض والجار ج... وقال... إيه رأه جيرانكم يسري؟ راه مجاوركم حتى المحيط الأطلسي أصل أصل ماهي الرحمة مولي إلا جاورته حتى قد كلام من تدبير حاجياته وتزويد الأسواق المواد الأساسية بكميات <applause> كافية وبطريقة هادئة. <applause> فإن العديد من الدول سجلت اختلالات كبيرة واش غادي لك أنت في الدول؟ واش غادي لك في الدول؟ أنت غادي لك في الدول؟ بدك قابل غار زريبتك قابل غار زريبتك تكفل الغرب بزريبتك اش غادي لك انت في الدول الدول راه قاده بشغله واش هي تتكلم عنك انت تقول اه المغرب لقد فشل المغرب في معالجه كورونا ما ما مسالي لك كاع انت تشوفك تشوف فيك انت لماذا يعني انسان مهووس باسم هو بانتقاد الغير ومقارنه راه زعما راه المشاكل في كل في كل بلاصه اي ورا المشاكل في كل بلاصه ولكن شكون يتحمل المشاكل شكون يتحمل مسؤوليه هذه المشاكل درك الا كان مشاكل في فرنسا او يجيهم يجيهم إيه ايمانويل ماكرون يقول لهم ما واش هذه المشاكل اللي هون راه عاديه راه اي دوله عندها المشاكل وصافي يخلي المشكله يخليها يخليها ما يعالجها عاجل قال واحد الاخ خالد بن طويله عاجل فرنسا تخرج ببيان اعتذار للجزائر لا اعلم يعني مدى صحة هذا الخبر. لا لا سمو المشاكل راه في كل بلاصة، بعد واش نقول لكم لا ما تصدعوني انتم تنتقدوني وتقولوا بأنني فاشل وأنا لا أستطيع أن أحقق التنمية في المغرب. وكذا وشوفوا راه الدول كامله عندها المشاكل مش الدول كامله عندها الناس يحرقوا في البحار الدنيا كامله عندها ياسر من فتياتها يمشوا يمارسوا يمارسن الدعاره في في, في 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 دول الخليج ياسر من الدول زعماءها يهربون الاموال لبنما وسويسرا ياسر من الزعماء هذه الدول واللي فيها المشاكل زعماء يذهبون ب 80 مليون اورو لشراء قصر في باريس، أختي كذلك تذهب إلى لندن تشتري قصر ب 11 مليون دولار، هذا شيء عادي جدا، المشاكل في كل مكان، صبروا معنا الشعب المغربي، ها أنا يعني أعطيت تعليماتي بشكون عندكم الديمقراطية وها هي الديمقراطية اليوم انظروا إليها أنها في البرلمان، شوفوا ما شاء الله الديمقراطية والنجاح وما شاء الله وغدا سيصبح المغرب بخير وعلى خير ولكن صبروا معنا راه المشاكل في كل مكان. هذا, هذا خطاب هذا خطاب بئيس جدا، هذا خطاب بئيس جدا، خاص من منطلق المسؤولية، الإنسان اللي عنده مشاكل والنظام السياسي اللي عنده مشاكل يوقف على المشاكل ويحلها، مش يبقى يقول تحديات وأنا حاسدين وأنا فاعلين لي وأنا تاركين لي ومن طرف البعض ومن طرف ما هو بعض ومن طرف ومنطرف... هذاك خطاب <hesitation> يقدم ولا يؤخر في-في حياة الشعب، الشعب راه باغي باغي يشوف-يشوف المستقبل باغي يطمانع للمستقبل. لا تكمل ما شوف توفير هذه المواد وتوزيعها إذا نشدد على ضرورة إحداث منظومة وطنية متكاملة تشدد تتعلق بالمخزون الاستراتيجي تشدد أنت ستأمر <تصفح> نشدد حد يشرح لنا هذا نشدد وشدت على ضرورة لا وأعطي التعليمات يا كنت تعطي التعليمات تقعد قاعد على للتعليمات يا أصلا هو نظام فقط للتعليمات حياتك كاملة فيها غير التعليمات التعليمات تعليمات صاحب الدجاجة وفقا لتعليمات صاحب الدجاجة بناء على تعليمات صاحب الدجاجة بعدما علم صاحب الدجاجة أعطى تعليماته لكذا وكذا أشي اللي كاين ريدموند واش انا تنعتري واقع المغاربة واقع المغرب راني يعني عارف المغرب واخا انا موجود في ارض اللجوء ولكنني عارف شو واقع يوميا تيجي المواد الاساسية لا الغذائية م. والصحية والتغطية والعمل على التحيين المستمر للحاجيات الوطنية م. بما يعزز الامن الاستراتيجي للبلاد م. أم استراتيجية؟ يخص البعد الثاني تدبير الأزمة الوبائية ومواصلة إنهاش إنهاش الاقتصاد. وقد حققنا والحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، أنتم تحققون ودائما تحققون ودوما تحققون. وفي كل يوم تحققون وفي كل انتفاخات تحققون ومع كل حكومة تحققون الحمد لله الحمد لله والشكر لله قد سمعت شي خطاب شي خطاب تقني في العالم شي خطاب خطاب للرئيس خطاب تقني نتكلم عنه يقول لك وغرسا ديو ميرسي ديو نشكر الملك نشكر الله سبحانه وتعالى نشكر الله الحمد لله ميرسي ديو قد سمعتوا شي شي خطاب من هذه الخطابات؟ ايه طبعا شكون ما اللي يقول نحمد الله طبعا اللي واكل وشارب وساكن القصور والسيارات والطائرات والاموال والثروات والبنوك والعمله والدوفيزو. والقصور في باريس وفي كل مكان، أيوة يا احمد الله على ما يحمد الله؟ لانه عطى الله واحد الشعب مزيكين ساكت، كمدا في عظامو، اه، يحمد الله على ما يحمد الله؟ حماية نزهة المواطنين، وتقديم الدعم للقطاعات والفئات المتضررة، وقد قامت الدولة بواجبها، نعم لقاح من دولة؟ بالمت... اه شمن دولة؟ شمن دولة؟ المغرب دولة. وش المغرب دولة دولة المغرب منين دولة باش باش دولة لما ينظر الى الى محكومتكم كاينه شي دولة على دولة هذه هذو وزراء وحده وحده غلقوا في وجه الحدود ومتهمة بالاختلاسات ومتهمة بكذا كانت عطاها عمدة الدار البيضاء وعطاها الوزيرة الاثنين بحال راه ما كاين حد في المغرب ما كاين ولا حد يقد يخدم شي حاجه يقوم ب بمقام عمده الدار البيضاء كاين غير هذه خاصه تخدم عمده الدار البيضاء ويخدم وزيره الصحه اخنا توش العظيم يخدم لكم رئيس المحكومه ويخدم لكم كذلك رئيس بلديه اكادير بحال راه ما كاين ولا حد يقد يخدم رئيس بلدية أكادير ينشغل ببلدية أكادير يتنمي أكادير يخدم أكادير ويخلي أخناتوش العظيم يمشي يخدم خدمته إلا كان عنده شي خدمة في هذيك الحكومة والله المحكومة والله السورية والله لا 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 أيد هون وأيد لهي وكراع هون و.. 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 والراس لهي و.. وكذا الديمقراطية الله يخليكم هذا الشيء كاين غير في في, في.. في هذيك الزريبة في العالم ما تجبروا <applause> فالملايير وكل الحاجيات الضروريه مم. للتخفيف على المواطن من صعوبة هذه المرحلة مم. ولكن لا يمكن ان تتحمل المسؤولية مكان المواطنين في حماية انفسهم واسرهم مم. بالتلقيح والسطيح. وخاصكم تحموا انفسكم راه نرى راه الدولة لا تتحملوا مسؤوليتكم شنو اللي يقول لكم صاحب الدجاجة لا تتحملوا مسؤوليتكم من وسائل مم. 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 واحترام أه. التدبير التي اتخذتها السلطات الأممية قفلوا الحمامات و... وقفلوا المساجد و... وفتحوا الحملات الانتفاخية التدابير الله يخليكم شوف غير شحال من حالة كورونا زادت في الحملات الانتفاخية شحال كانوا في هذه التجمعات الخطابية للانتفاخات شحال من الجوالات اللي يجي واحد مثلاً عضو الحزب جاي من الرباط ويمشي لا قادير ويشارك في باسمهم في الجولات ويشوف هو رافد معاه في كورونا ويتجول بين الناس ويعانق الناس ويسلم ويمشي القرية الفلانية ونقلها الفيروس يمشي القرية الفلانية انقلها الفيروس يرجع للمدينة الفلانية انقلها الفيروس وذاك يتكلم يقولنا الاحترازات ما الاحترازات من الاحترازات باش الاحترازات الاحترازات إذا الا كانت عند إذا كان إذا كان أصلا أنتم بغيتوا تعدلوا الاحترازات منذ البداية هو انكم تب... ت... تمنعوا من البداية تلغوا قاع الانتفاخات كاع هذا العام تقولوا ما كاين لا انتفاخات خلونا غير هذو الشفاره اللي كانوا معانا من 2016 و... معانا هذو المنتفخين اللي يزيدوا معانا واحد العام ولا عامين الانتفاخات وبعد ذلك رانا نعدلوا الانتفاخات لما يزول يزول الفيروس لكن في... في 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 عز في عز يعني وصول الفيروس الى المغرب و... والحالات يعني الوفيات والمصايب الكحله انتم زايدينها باسمهم بالحملات الانتفاخيه والمقابل المقابل المساجد مقفولين والحمامات مقفولين وقاعات الحفلات مقفولين وذوك اللي يخدموا فيهم ياكلوا التراب كل مع راسك التراب يعيش بالتراب سبر معانا واحد شهرين ولا ثلاث شهور ولا اربعه ان شاء الله الرحمن الرحيم راه غادي نفتحوا نفتحوا نفتحو نعطوا الامر ب ب ب بفتح القاعات والحمامات وخدم مع راسك ولكن دركها موت مع راسك موت انت ولادك في في سم هو فيه. وان شاء الله الى جاب الله ما انتحرت والله شيء رجع لنا من واحد ثلاث شهور ولا اربعه ان شاء الله الرحمن الرحيم رانا نفتحوا كل شيء اللصوص ينظموا التجمعات ويخلوهم حتى يكمل الاجتماع والله حتى يكمل اللقاء اللقاء فيه ساعة وفيه المخبرين وفيه الديستي وفيه المقدم وفيه الشيخ وفيه المتعاونين مع الداخلية وفيه الأعين وفيه الوذنين ويخلوا يخدم الشارع حتى يكمل يكمل واحد الساعة ولا ساعة وربع ياك تجي الباشا كما فعلت باشا قيليس وتجي قدام الناس زي خناتوش الله يخليك خناتوش الله يخليك انت راك مخالف لي للقانون بهذا التجمع الله يخليك الان خاصك تفض هذا التجمع راك حتى كمل باش يقول لك زعما راه دوله ديمقراطيه ونفس الامر عدلوه مع العثماني حتى كمل العثماني جابوا له كاسوا الرئيس الدائري قالوا الله يخليك العثماني وانت واش انت وانت رئيس الحكومه وانت اللي اصلا مصادر هذه القرارات وكتخرق قانون. هذه دوله نجي يقول لي انا واحد دوله قانون قانون حمايه الاحترازات من جهة أخرى يعرف الاقتصاد الوطني انتعاشا ملموسا رغم الآثار غير المسبوقة لهذه الأزمة وتراجع الاقتصاد العالمي عموما وبفضل آه آه التدابير آه التي أطلقناها من المنتظر أن يحقق المغرب إن شاء الله آه نسبة نمو تفوق 5.5 في سنة 2021 الله خ... خمسة, خمسة الحمد لله كم كان عندكم سابقا 2.5؟ درك لا تنتقلوا خمسة فاصلة خمسة، الحمد لله، علاش ما قلت الحمد لله؟ خاصك تتبعها بالحمد لله، ولا حتى حتى توصل إن شاء الله حتى تفوت ألفين وواحد وعشرين، وبعد تقول لهم والله يخليكم ما مع الأسف لم نستطيع الوصول إلى خمسة فاصلة خمسة، الحمد لله مع الأسف، الحمد لله، كل شيء مع الحمد لله، شكون اللي بالله عليك ادرك هذو الناس اللي ساكنين في القرى والبوادي، واللي عايشين في القرن الوسيط، فاهمين لكم هدرك؟ الناتج الداخلي الخام آه عفوا نسبة النمو 5.5 بالله عليك فاهمينها هذو الناس اللي قاعد اللي 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 عايشين في, 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 في القرن الوسيط هما في القرن الواحد وعشرين ولكن عايشين في القرن الوسيط بسبب اش بسبب التدبير بالله عليك واش هما فاهمين لما يسمعوا 5.5 يقول لك ممكن آه والله ما شاء الله حنا فهمنا الحمد لله هذا يبشر بالخير فاهمين هما نسبة النمو خمسة فاصلة خمسة وهي نسبة لم تتحقق منذ سنوات علاش علاش ما تحققت علاه؟ يا يعني كان كل المقاومات كانت والنجاح ما شاء الله والاقتصاد والبلورة والاستراتيجيات والمبادرة الوطنية والنموذج وال... وال... ما كل شيء كاين لا لا واللي أول مرة سيتحقق شنو العالم يعيش الأزمة وتتكلم عن أزمة الاقتصاد وبأنه حتى الدول الأخرى عندها مشاكل والعالم كامل عنده مشاكل وانت سبحان الله تحقق نسبة النمو 5.5 ليا لأول مرة ليش؟ منين تجيبها من البحر؟ تسرقها من حد مشي دولة أخرى؟ تجيبها ولكن لسان ما فيه عظم. اه لسان ما فيه عظم. وتعد من بين الآله على الصعيدين الجاوي والقاري. الله القاري القارقة، القاري هذه زينة هي القاري. <القاري>, 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 <القاري> أحسن نسبة على المستوى الجاوي والقاء الحمد لله الحمد لله الحمد لله هذا المغرب في تقدم ما شاء الله في تقدم إن شاء الله والنجاح وش لكم سيصل إلى أعلى المراتب لما أعتقد نوقفوا هون خلوا هاي الست دقائق المتبقية للايف آخر لأنه لما أعتقد فوتنا الآن ساعة إن شاء الله الرحمن الرحيم مرة أخرى <applause> <applause> استمتعنا وإياكم بخطاب صاحب الدجاجة هذا فقط الجزء الأول غدا إن شاء الله نكمل الجزء الثاني لكن حقيقة شنو نقول لكم الله إنسان لما يسمع هذا الشيء هذا الشيء راه مبكي حقيقة والله مبكي والله مبكي والله مبكي راه الإنسان اللي تلعب بمصير ملايين المغاربة راه ماشي إحنا اللي نتلعبوا مصير ملايين المغاربة حنا رانا ما عندنا مسؤوليه تجاه الملايين من المغاربه حنا ما عندنا شي تعاقد مع المغاربه باش نخونوه والله يخونونا والله يقول لك خاين والله ما والله خاني والله خونا والله حنا ما عندنا ولا مسؤوليه تجاه الشعب المغربي راه اللي عنده مسؤوليه خاصو ينظر الى المسؤوليه خاصو يحترم المسؤوليه راه يهدم نفسه أرى اللي يكتب هذا الخطاب ويقدم هذا الخطاب ويصر على الفساد ويصر على 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 على, على المنتفخين مزورين ويصر على على تزوير الانتفاخات أرى يؤذي نفسه راه قبل ما يؤذي الشعب راه الشعب ما عنده ما يخسر الشعب راه خاسر اصلا راه خاسر الشعب راه اللي يخسر هو اللي اللي في موجود في, في الحكم راه اللي يخسر هو اللي قابض الديريكسيون اما الشعب خاسر الشعب راه بحال راك في دوك دوك المسيره السوداء هذيك الساعه راه راك عال... بحال مس... بحال هوك المس... بحال هوك الكماي الرويضه مفشوشه و... و... مكسور والفيتاس والموتور الله يرحمه والوضعيه راكم عارفينها راه الشعب ما عنده ما يخسر اليوم الشعب المغربي ما عنده ما يخسر راه اللي يخسر هو النظام صورته اقتصاده سياسته صحته تعليمه هو اللي ينهار واش 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 من المنطقي اليوم نجيب واحد وزير داخلي نحطو هنا على التعليم فقط لانني انا اتوجس على انه هاد صحاب التعليم هما مشكله كبيره في المغرب عندهم طل... عندهم اضرابات وعندهم مظاهرات متكرره و... وعندهم كتله بشريه كبيره نجيب لهم انا واحد في عقلية الداخليه يسيرهم طبعا راني حليت المشكل اصحاب التعليم والله الناس ديال التعليم والله التعليم في العالم الدول تضعه في واش واحد المكانه مهيبة جدا وتحميه تحميه تحميه من اي اي تدخلات سياسيه تخليه وفير قال له العلم والمعرفه عنده علاقه بالعلم والمعرفه ما عنده علاقه بالسياسه وهذه النقابه الفلانيه وهذه النقابه الفلانيه والحزب الفلاني والابتزاز نو 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 تخليه بعيد تخليه عنده ارتباط بالعلم والمعرفه العلم والمعرفه لان العلم والمعرفه هما اللي يطوروا المجتمعات ماشي العصا ماشي العنف ماشي التجسس ماشي بيغاسوس ماشي تبرقيك هما اللي طور الدول اللي طورها العلم والمعرفه والتكنولوجيا والصناعه والناس اللي اصلا يعني ناس في المكان المناسب الانسان المناسب في المكان المناسب هذاك هو باش 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 تطلع الدول اما في الزريبه قال لي جاسوسية وجيب هذا فهمت عقليه الداخليه حطه في التعليم وجيب الشفاره حطها وزيره الصحه وجيب الشفار الفلاني اللي بغى يربي كاع الناس حطو رئيس المحكومه وجيب فلان واعطي لفلان وجيب هذاك اللي يحتقر شين قالوا العداله قالك خاص خلينا نحلوا المشاكل مشاكل الملفات القضائيه تحت الدف كيف ما قال في التليفون هذاك الملف واخا معروض على المحكمه خلينا نحلوه تحت الدف شنو معناه وتعينوا اليوم وزير وتسميه وزير وزير العدل تسميه وزير العدل تحياتي لكم، اشكر لكم خالص المتابعة، غدا إن شاء الله الرحمن الرحيم نناقش في المباشر الغد الجزء الثاني من خطاب صاحب الدجاجة، اللي حقيقة نعتبره فقط خطابا للتسلية للتسلية إلى أن يتغير حال المغاربة إلى أحسن، تحياتي لكم، أشكر لكم خالص المتابعة وأدعو الناس لا يتابعون على مستوى اليوتيوب الذين اشكرهم كذلك ان يقوموا بمشاركه الفيديو والانضمام الى القناه تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته